اهلا وسهلا. الحقيقه طبعا هنتكلم على راي جابه الانقاذ في اللي حصل بالنسبه للازهر الشريف وقرارات فضيله الامام الاكبر النهارده، لكن انا عايزه ابتدي باساءه استخدام مجلس الشورى في اصدار تشريعات تخدم مصلحه الاخوان المسلمين. انتم معترضين على المبدا بشكل عام ولا عندكم بعض التفاصيل والملاحظات على مشروع القانون؟ واذا كان الموقف كده هيبقى قراركم ايه بالنسبه لخوض الانتخابات؟ لا، دول الحقيقه انه مجلس الشورى اللي اخذ صلاحيات مجلس الشعب بالعافيه مش بالقانون، ده مش قانون. ما حدث بالنسبه لمجلس الشورى اللي هو منتخب ب 7% فقط ولوظيفه اخرى غير الوظيفه الاساسيه اللي هي لمجلس الشورى، ايوه، واعطاء هذا المجلس صلاحيات كامله اللي هو بعد تعيين 90 عضو عن طريق رئيس عن طريق الدكتور محمد مرسي، هذا المجلس لا يمكن ابدا ان يمثل الاراده الشعبيه، هذا المجلس يمثل اراده الحاكم بامره في هذا البلد، هذا الحاكم بامره مرفوض ان هو يدير البلاد بهذه الطريقه، الان اصبحت السلطه التشريعيه في جيب السلطه التنفيذيه التي تستخدم استخدام جميع السلطات. يعني هي اخذت السلطه التشريعيه واساءت ادارتها، وهذه النتيجه. قوانين كلها قوانين معيبه، هذا القانون الذي اي قانون يخرج من مجلس الشورى هو قانون معيب. ليه؟ لانه يعبر عن وجهه نظر واحده اللي هي وجهه نظر الاخوان ولا غير، يعني كان الشعب ده غير موجود، الشعب ده كانه مات، لكن الشعب حي يرزق، هذا الشعب لا يمكن ان يموت. مساله سيطره الاخوان على مجلس الشعب وتفعيل القوانين الخاصه به وتفعيل القوانين التي تخدم مصالحهم فقط، هذا امر مرفوض جمله وتفصيلا من الشعب المصري اللي لا يمكن ابدا هيسلم ارادته لمجموعه من المنتفعين اللي بيبحثوا عن مصالح الجماعة. اذا كان الامر ده مرفوض، هل جابت الانقاذ عندها خطه ما او خطوات هتاخدها لمواجهه المساله دي يا فندم؟ انا ارى انه جابت الانقاذ، انا يعني خلينا عشان نتكلم بمنتهى الصراحه، جابت الانقاذ يعني تحركها متاخر دايما، وانا بحث الجميع، وانا يعني انا رجل يعني غيور على هذا البلد وخايف عليه زي ما كل مصري خايف عليه. عايزين جابة الانقاذ تكون اكثر قربا من الشعب، اكثر قربا من الشارع. ليه؟ لانها لكي تعبر عن هذه اشكاليه كبرى، لابد من هذه القضيه، وقضيه الصكوك، يعني قضيه الصكوك لم تعالج بشكل جيد من قبل جابة الانقاذ، يجب ان تعالج هذه الكارثه ستقع على الشعب المصري.